خيول عالمية تشارك في مهرجان سيف أمير قطر للفروسية. شارك أكثر من 36 جوادا من خارج قطر في المهرجان من فرنسا وبريطانيا الكويت وسلطنة عمان، ولعل أهم تلك الخيول الحصان ستيتينغ سبيريت والحصان رويال جوليوس الذي حل خامسا في شوط جائزة أمير قطر في اليوم الختامي، والحصان ساشمو والحصان ماريانا فويت والحصان رونسي وباكول كوفي. نجح هذا المهرجان في تعزيز مكانة الفروسية القطرية، كما حقق ملاك الخيل نجاحا مبهرا وغير متوقع، إذ تصدرت خيولهم معظم الأشواط. دائما نجهز أفضل جهوزيات ونتمنى أن يجينا التوفيق من الله وأن يكتب لنا النصيب في الأشواط. الحمد لله الله كتب لنا النصيب في الأشواط هذه، فزنا أشواط عالمية، فزنا أشواط جروب 1، وإن شاء الله ترغبوا السنة هذه إن شاء الله. السباقات كلها جروب يعني، والخيل الغلطة بألف، والسباقات كلها قوية جروب مثل ما شفتي الحين، في خيل مستوردة يعني سباق كان انترناشنال. حصد الخيل إبراز اللقب مع المدرب جوليان سمارت والخيال ماكسيم جيون ليحقق لقبا جديدا في هذا العام وفوزه بسيف أمير قطر الذهبي في نسخته الجديدة. السيف الذهبي جائزة الفارس الأول في منافسة سيف أمير دولة قطر للفروسية. في هذه الحلبة تنافست أكثر الخيول سرعة وأكثرها أيضا مهارة في قفز الحواجز، وفي الدوحة يلتقي كل عام عشاق الخيل من كل دول العالم للمشاركة في هذه المنافسة العالمية لكن بروح قطرية. ويبو بحليس، العربي، من الدوحة.